يا ويلكم يا ويلكم من شعب مصري فاهم وعارف وواضح. اوعى تتخيل باي حال من الاحوال ان انت خلاص عندك النباهه وعندك انت جاءك الوحي فهمناها سليمان وانا الوحيد اللي بفهم وسالوني بس. لا مش انت مش انت مش انت، الشعب فاهم، 100 مليون عارفين. شوف الشعب العبقري بيسخر ازاي وتهكم من ظاهره الارجان اللي اصبح خلاص النهارده اسمه كارنيه، واغنيه الاغنيه بتاعته النهارده سبيل المرور من في اي مكان في مصر. شوفوا العبقريه في هذا الفيديو القصير لشباب مصري. سعاده الباشا عاملين الطريق كويس. شوف اللي توك توك اللي داخل ده، ده امين شرطه ده ولا امين خطاب؟ اقف يا ريس، اقف يا ريس، ما تخشش على الكمين يا ريس، معيش بطايق. انت مش عارف انت راكب مع مين ولا ايه؟ امسك كده يا صاحبي، اول ما اقول لك دوس دوس. وماله يابا على ضمانتك؟ اقف يا ابني، اقف، رخصك وبطايقكم، دوس يا ابني. الحج ابراهيم العرجان يا ظهر السيناويه، الحج افتح الكمين يا ابني، انت مش سامع انا في دلوقتي. يا ظهر السيناويه في عيشة ابو عيخام شيخنا السبع من المداخل، توك توك العرجاني داخل. بصوا انا سمعت الفيديو ده النهارده كنت عارف ان هو معانا في الحلقه. والله يا جماعه كنت هعمل حادثه وانا جاي القناه بسبب الفيديو ده. انا انشغلت جدا والشباب ما شاء الله عاملين شغل كويس، يعني بتصوير طبعا بموبايلات وبتاع، ففضلت اشغل الاغنيه بتاعت شيخنا السبع الدرغام دي وانشغلت كده. كنت هدخل في عربيه كانت قدامي، قلت ادي اللي بيجي لنا من العرجاني وستينه. لكن والله بجد يا جماعه فيديو بجد معبر، بيمثل عن او بيعبر عن واقع كبير جدا بيعيشه الشعب المصري وبيبدا يتكلم فيه. تيجي بقى تبص، هم دول صوت مصر الحقيقي. تيجي تبص بقى للناس اللي هي المفروض انها بتقدم للشعب على ان هي مثلا بتتكلم بتوصف المشهد، نسمع منهم جمله مفيده، يقولوا لنا مصلحه البلد فين، يقولوا لنا هو صح ولا غلط اتحاد القبائل ده، يقولوا لنا الكلام المفيد ده. تعالوا بقى نسمع. بص شفت الشباب دول قالوا ايه وعبروا ازاي عن ابراهيم العرجاني؟ تعالوا نشوف الدكتور مصطفى الفقي وهو بيقول لك ان العرجاني سيكون ظهير للدوله في تحريك سيناء. نسمع ونشوف. ايه رايك في الشيخ ابراهيم العرجاني؟ بتشوفه ازاي؟ قراءتك ليه ازاي؟ انا ما اعرفوش شخصيا، لكن واضح انه يعني لعب دور في ضرب الارهاب في سيناء حسب ما بصل هنا ما سمعنا. فهذا اعطى ثقه فيه واعطى احساس بانه إخلاصه وولاؤه للنظام وللوطن محل تقدير. هكذا المشهد العام اللي بنشوفه. ايه دوره في المرحلة الجاية؟ المرحلة الجاية ايه دوره هيكون؟ من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري انه هيكون يعني ظهير للدولة، يعني ممكن عملية تحريك الجماهير في اتجاه معين، عملية تحريك شعب سيناء تحديدا، لأن دي المنطقة الحساسة الخطرة طبعاً. اللي الكل فعلا منطقة حساسة جدا يا دكتور مصطفى، وكلامك كله حقيقة بيتكلم عن مناطق حساسة فعلا. ده شوف بقى، شوف ساعتك الفيديو اللي عملوه الشباب دول دقيقة واحدة. شباب يعني اللي معاهم بقى رسالة دكتوراه ولا كانوا في قصور رئاسية سابقة ولا سكرتارية الحسن مبارك ولا كانوا رؤساء لمكتبة اسكندرية ولا كانوا ملحقين ثقافيين وسفراء ولا يمتلكون أي قدر من ثقافة مصطفى الفقي. شوف دول عبروا ازاي بلقطه دقيقه عن ظاهره الارجان. قال له اول ما قلت دوس دوس وعن نمو هذا الارجان. عايز دوس 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 عشان نخلص اهو. حاج ابراهيم الارجاني، ها يلا اسد سيناء الدرغام فخر السيناويه. يطلع مصطفى الفقي يقول لك هذا مين اللي جابه؟ مش الدوله؟ يبقى ظهير للدوله، هيحرك سيناء وهي منطقه حساسه وهيكون له دور كبير. السلطه عايزه كده؟ يبقى كده يا اختي، كده يمشي يا اختي، كده يمشي على راي يسرى يا اختي. طالما الدوله عايزاه خلاص بكره بكره، وانا بقى بفكرك اهو بكره، مش بكره يعني على طول اللي هو الاحد، انا بقول لك بكره ده القريب لما يتم حل هذا الاتحاد. ها؟ لان الاتحاد بدا يضع كل عوامل التفكيك والتفريق. لما يتم حله انا عايز اسمع تاني مصطفى بكري ومصطفى الفقي، واسمع الاعلام المصري ماذا يقولون عن ابراهيم العرجاني وماذا يقولون عن اتحاد قبائل سيناء. شوف بقى سعادتك هتلاقي حديث تاني خالص
وخطاب تاني خالص عن هذه الدولة وهذا القرار الحكيم، هذا القرار الرشيد. صح، احنا لا نقبل بكيان خارج إطار القانون، وليس هناك شخصية حتى لو عرجانية فوق القانون، وإن مصر بلد القانون والدستور، وكان قرارا خاطئا إصدار هذا التكوين. هم دول السلطوية، طالما الدولة عايزة ونظام عايز أنا معاهم يا باشا، كده باشا مية مية. طب تاني يوم لا خلاص يا باشا كده خلصت. الفرق الحقيقي تلاقيه في الشارع المصري، في الشارع المصري الشباب دول اللي فاهمين، دول دول اللي عارفين. أما اليويو اللي رايح جاي مع السلطة ورايح جاي مع النظام وبيحاول يظبط دايما بوصلته مع النظام هتلاقيه فيه.